راجل محترم. انا اسفه قوي، هو انت راجل؟ ما خدتش بالي بجد. طب يا اخويا لما انت راجل ما بتنطقش ليه؟ ما بتقولش ليه؟ طب لما انت راجل، طب يبقى جحا اولى بلحم توره. ايه رايك؟ يعني ايه؟ يعني تبقى انت اولى بكرتونه البيت. ما بحبش البيت. مش انت اللي عامل العرض؟ ايه اللي ما بحبش البيت؟ ما هم اكيد كلهم مش هيحبوا البيت. يا دي المصيبه السوداء. ما ينفعش. يعني انا مش هتجوز. يا ست ما ينفعش، ما ينفعش اتجوزك. ليه؟ انت نظام وانا نظام. يا باميه انا وان سيستم. انت مالتي سيستم. يعني ممكن اهنج منك، ما ينفعش. اللي تهنج مني وانا مالتي دي؟ ما تتكلم كلام كويس. باميه لو سمحتي. يعني مش هتتجوزني انت كمان؟ ما ينفعش. يعني هقعد كده من غير جواز؟ يا ربي بلاش تتجوزني. بلاش يا سيدي خلاص، هشيل موضوع الجواز ده من دماغي. ولو ان الموضوع ده بقى مضايقني قوي. اشكرك. بلاش تتجوز. ممكن اطلب منك طلب تاني؟ تأمريني بأي حاجة تحت أمرك. ممكن تشيلني؟ ازاي يعني؟ ايه اللي ازاي؟ ايه اللي ازاي تشيلني يا اخويا؟ زي اي واحد بيشيل اي واحدة ست. شيلني زي منى زكي. ما شفتش منى زكي في الافلام العربي بيشيلوها ازاي الرجال الابطال قدامها؟ تلاقي احمد السقا لافحها كده وماشي بيها بيجري بيها. اجري بيها يا شيرني زي منى زكي في الافلام. ايوه زي ما انت بتقولي، دي افلام. ايوه افلام عربي. ايوه افلام روائيه. امال ايه؟ انا لو شدك هيبقى فيلم كرتون. ايه هيبقى فيلم كرتون؟ امال منى زكي دي بيشيلوها ازاي يا اخويا؟ بيشيلوها ازاي؟ اه عشان دي كده بس منى زكي. امال ايه؟ انا اشيل نقابه الممثلين ليه؟ انت داخل في ايه في صدرك كده ليه؟ ها؟ معرفش. ما تعرفش؟ يعني كمان مش هتشيل ومش هتتجوز؟ ارجوك يا بابا معلش. ايه المصيبه السودا دي؟ يعني يا ربي مش هتجوز ومش هخلف يبقى عندي بيبي كده، طفل صغير كده احس معاه كده بالامومه والطفوله. والله ما بحب الرضاعه الطبيعيه. يا لو سمحت يا اخي حرام عليك، زهقتني زهقتني. مفيش معاك اي سؤال بياخد جواب كده اهو. انا اجيب اي راجل من على القهوه بقى، ده التليفونات دلوقتي مرترته، واي حد بيكلم اي حد بيقع في التليفون مفيش مشاكل. الو ايه؟ راجل ايه؟ انت محتاجه معجزه. التوح باشا نورت المحل يا فاضل بيه. انا بحييك على النايت كلاب بتاعك ده. اشكرك فعلا، ونظام السكيورتي هايل. ربنا يخليك. فاضل يا فاضل وحيات امي، احسن ترابيزه واحسن كرسي محضرهم. الواد قريبي عامل ايه عندكم؟ اساله يعني لو اي حاجه. حقه يا باشا. اي فلوس انا جاهز. عينينا ليك يا فندم. انا يومين عايز انبسط فيهم. عينينا ليك ساعتين بس. فاضل يا فندم اتفضل. الله يخليك. اتفضل. انت منور المحل يا فندم. تحب تقعد كده يا باشا؟ مش كده عشان احب اقعد انا كده اتفرج على الرايق. يا باشا احنا عينينا ليك يا فندم. هو انت دايما تحلف بامك كده يا سيد فتوح؟ يا باشا هو في زي الام؟ يا سلام. الام دي مدرسه. الام ونعم الام. ودعوتها مستجابه. يا رب يا رب. لا اسالني دعوتها مستجابه. كلاب قلت بلاش فران دلوقتي. ده جاي بيلمع الجزم ولا جاي؟ لا ده زبون في المحل ساعة الباشا. زبون؟ ده زبون مهم قوي. ممدوله معاهم فلوس كده. ده تاجر عربيات كبير قوي. يا راجل. يعني انت تتوسط لي لو يغير لي العربيه؟ انا عينيا ليك ساعة الباشا. عندي عربيه عايز اغيرها، تعرف عربيتي بقى لها 17 سنه. تحت امرك. ممكن موديل جديد وانا ادفع؟ عينينا ليك يا فندم. انت تتوسط لي ولا احسن اكلمه انا؟ تحت امرك. النوع ده لما احسسه ان هو كويس طبعا يدفع على طول. اتفضل. هو الماتش ابتدى امتى؟ ايه ده؟ ساعات الباشا. ايه ده؟ مشوار. هلو؟ هلو يا فندم. هلو يا فندم. اهلا وسهلا. هلو؟ اهلا اهلا. مساء الخير. يا لهوي. نعم. يا لهوي يا لهوي، اول مره حد يبوس ايدي. ده من الخوف بس. الف سلامه عليك. الله يسلمك. مساء النور يا فندم، منور الدنيا. ايه الحلاوه دي؟ ربنا يخليك. انا شفت كتير وقليل. اه بس اول مره اشوف كتير مع بعض. مين دول؟
فعلا انت يا هانم بسم الله ما شاء الله الجمال مجسم. ربنا يخليك. امر الخدود والرقبه راحت معلش مع الضغط، انما بسم الله ما الحاجات دي يا فندم مش موجوده دلوقتي. الاحجام العائليه دي مش موجوده. ليه يا فندم؟ قمر سعادتك. ما انا موجوده اهو. فاضل فانوس المحامي. اهلا 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 بيك، منور الدنيا حضرتك. وسعادتك الانسه باميه معاك؟ مش عارفه ده انا يعني معروفه جدا. انسه؟ طبعا انسه مش باين ولا ايه؟ لا هو باين بس انت لازم تلعبي في حاجات كده. ما انا تسيبي كل حاجه في مكانها عشان ما يحصلش لخبطه، لان هو اساسا متلخبطه فمفيش داعي. انا عشان انا مركز قوي دلوقتي يا فندم. مركز انا اصلا احب الجمال. ميرسي قوي. احب استمتع بالامارات والصوت ديجيتال كمان فظيعه يعني. ميرسي قوي. وحضرتك فنانه يا هاني؟ فنانه؟ ده انا فنانه جامده قوي، ده انا فنانه استعراضيه. راقصه؟ امال ايه شايفني ايه؟ مش باين عليا اني راقصه ولا ايه؟ هو بقى مش عارف باين ايه، انما ساعتك بترقصي شرقي ولا يو ده انا برقص كل حاجه ولا فضائي؟ فضائي؟ يعني رقص اللي جاي من الفضاء. فضاء ايه بس؟ يعني شرقي حضرتك؟ طبعا اكيد شرقي. سمعت حضرتك عن طبعا الفنانه فيفي عبده والراقصه دينا والاساتذه دول؟ مين دول؟ دول تلامذتي. ما شاء الله. طبعا. وما بترقصيش حاليا ليه دلوقتي؟ لا خلاص بقى، ده كان زمان الموضوع ده. كنت ارقص كده الهزه الواحده طبعا توقع عماير وقرى. اكيد يا فندم اكيد. اعمل كده بس انا الدنيا تتربى. هتقولي لي؟ امال ايه؟ طبعا حضرتك مفخخه. مفخخه؟ لا ده اسمي يعدي كده. ميرسي يا فندم، كلك ذوق. والموسيقيين عددهم كام؟ لا ما اقولكش، ده انا اكبر فرقه استعراضيه يا باشا، كان يقف ورايا 440 عازف. 440 عازف ورا سعادتك؟ اه ورا. امال ايه؟ اعتقد موجودين لسه. موجودين فين؟ ما هو مش عارف سعادتك، لو خبطت هتسمعي الالات. هما ما حدش قال لهم انك خلصتي. ده زمان يا باشا. طيب ممكن اطمع يعني، انا طموح شويه. ايه؟ اشوف بس الرشاقه سعادتك وانت بتهزي الشرقي، لان انا بموت في الرقص الشرقي، ده رقص معبر يا فندم. لا حضرتك لا معلش، انا اسفه جدا. ده كان زمان قوي الموضوع ده. ليه ما الفرقه موجوده؟ لا فرقه تاني موجوده. انا فشانه انت صدقت؟ دي مصيبه ايه السودا دي يا ربي؟ يا فندم الطبال موجود. طبال مين اللي موجود؟ انت بتطبل؟ انا اطبل بس انا ما بعرفش ارقص للاسف الشديد. لا بليز. بليز ايه؟ مين بليز ده؟ مش هنشوف حاجه يعني؟ لا هتشوف. ده انا هوريك لعمرك ما شفت. اوكي. حضرتك انا شفت مش رقص شرقي، انا شفت فرقه بحالها بترقص، فرقه مجموعه مع بعض، وده الجمال. يا لهوي انا معجب بسعادتك قوي. طب اقول لك ايه؟ نعم. ما تتجوزني بقى وتخلصني عشان انا متنيله دي عايزه اتجوز. لا معلش انا اصلا متجوز يا فندم ومخلف. عادي مش متجوز واحده؟ امال ايه؟ الثلاثه التانيين مفيش مشاكل. ثلاثه مين يا فندم؟ ماشي الثلاثه التانيين. ولو ثلاثه مفيش مشكله. امال ايه؟ انما مش سبعه مع بعض. هشوف سعادتك على خير. ميرسي قوي يا فندم. يا لحم بقول لك ما تعملش فيا العمليه السودا دي. لا اصل انا رومانسي قوي يا فندم. ما انا كمان رومانسيه. لا مش قوي. يا لهوي. انا كان ودي اقعد مع سعادتك بس خايف. طب يا اخويا انا هسيبك شويه اشوف المصيبه السودا اللي كان خايف من انفلونزا العقول منتشره بشكل غير طبيعي. وانت سعادتك خلي بالك برضه. اوكي بس. برافو عليك يا انا هسيبك بقى. برافو. كان الودي ودي يقعد معاك. كان الله في عونك. الله يخليك. انت شايله حمل جامد قوي. فعلا شايله حمل تقيل بس انت قدها.
طبعا. مال ايه؟ قدها. مال ايه يا باشا؟